حجة الوداع أنه أتى البيت توضأ وطاف. هذه السنة الإنسان يعني يأتي رأسا إلى أن يطوف الطواف المطلوب منه، وفي هذه الحالة عندما يكون الحج بالإفراد مطلوب منه وطواف القدوم. لكن هذا ينبغي في الوقت الحاضر أن الحاج وإن كان مطلوب منه أن يبادر إلى طواف القدوم، لكن ينبغي له أن